يجدد التمسك بمؤتمر إنقاذ وطني ويدعو إلى تكوين لجنة مستقلة لمتابعة قضية اغتيال شكري بالعيد. استقالة محمد عبو من حزب المؤتمر وأمان الله الجوهري من حركة النهضة وعمر العريض من رئاسة مكتبها السياسي. وسلسلة انفجارات تهز العاصمة العراقية بغداد وتسفر عن مقتل العشرات. تحية طيبة وأهلا بكم. تم اليوم تسليم مهام رئاسة الحكومة إلى رئيس الحكومة الجديد علي العريض من قبل رئيس الحكومة المتخلي حماد جبالي بقصر الحكومة بالقصبة. أعلن محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية استقالته رسميا من الحزب. وقال عبو في حوار مع إذاعة شمس فام، قال إن خرق بعض قيادات المؤتمر لقرارات المجلس الوطني للحزب هي أهم الأسباب التي دفعته للاستقالة. وذكر عبو أنه لا ينوي الترشح إلى رئاسة الجمهورية. كما أكد أمين عام حزب المؤتمر المستقيل أيضا أنه ينوي تأسيس حزب جديد بمواصفات عالية يقطع مع الماضي ويضم أشخاصا تتفق على المبادئ نفسها وتحترم الآراء والقوانين على حد تعبيره. قدم أمان الله الجوهري عضو مجلس شورى حركة النهضة استقالته من الحركة وامتنع عن تقديم الأسباب مبينا أن قيادات الحركة هي المخولة لإعلانها. كما طلب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عمر العريض في رسالة توجه بها إلى رئيس الحركة وتحصلت أصحاب تي في على نسخة منها، طلب إعفائه من رئاسة المكتب السياسي للحركة. وأشار عامر العريض إلى أنه اتخذ قرار الاستقالة من مهامه مباشرة بعد انتخاب مجلس شورى الحركة أخيه علي العريض مرشحا للحركة لرئاسة الحكومة الجديدة. دعا حمى الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية إلى تكوين لجنة مستقلة لمتابعة ملف اغتيال شكري بالعيد. وأكد الهمامي تمسك الجبهة بضرورة تنظيم مؤتمر إنقاذ وطني. الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمى الهمامي دعا إلى ضرورة بعث لجنة مستقلة للتحقيق في قضية اغتيال شكري بالعيد. وقدم الهمامي خلال ندوة صحفية الموقف الرسمي من حكومة علي العريض. برنامج تاع الحكومة هذه همش مش تقدموا بالبلاد، بل بالعكس مش يزيدوا في حدة الأزمة، مش يزيدوا في حدة الأزمة من الناحية السياسية وكذلك من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية. ملف الشهيد شكري بالعيد يلزم يكون في يد لجنة مستقلة. الأمن يعمل أبحاثه، القضاء يعمل أبحاثه، ولكن هذه اللجنة هي التي تشرف على هذه العملية. حزب الوطن أعلن عن قرار الذهاب إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن قضية بالعيد. كما أعلن الحزب عن عزمه تقديم شكاية جزائية بوزيري الداخلية والعدل السابقين تحميلهما المسؤولية القانونية والأخلاقية. الحزب قرر وبدأ في أخذ الإجراءات في هذا أنه يتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللي مقره كيف كيف في جنيف باش نتابعوا ملف اغتيال الرفيق الشهيد. مسألة القضايا اللي باش يرفعها الحزب معناها ضد السيد علي العريض وزير الداخليه السابق والسيد نور الدين البحيري، احنا في حزبنا نحملهم المسؤوليه القانونيه وقررنا مقاضاتهم بحكم منصبهم على راس وزاره الداخليه وعلى راس وزاره العدل. الجبهة الشعبية قدمت بالمناسبة برنامج إحياء أربعينية المناضل شكري بالعيد والمقرر يومي 16 و17 من شهر مارس الجاري. أعلن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو عن انتداب عدد مهم من جرحى الثورة وعائلات الشهداء للعمل بالمؤسسات العمومية. كما دعا ديلو أعضاء المجلس التأسيسي إلى تسريع المصادقة على قانون العدالة الانتقالية الأساسي. تمت المصادقة على قائمة شهداء وجرحى انتفاضة الحوض المنجمي وتمكينهم من امتيازات كمنحهم بطاقات العلاج ومجانية النقل وفتح حساب بنكي تودع فيه جراية خاصة بهم. كما تم النظر في ملف انتداب المنتفعين بالعفو العام حاملي الشهائد العليا حيث تم انتدابهم جميعا. فيما يهم ملف العفو العام
قلنا العدد النهائي عندنا 767 من المنتفعين بالعفو العام، هذوما من أصحاب الشهادة العليا، هذا عدد نهائي، في مهندسين وأطباء وأصحاب أستاذيات بجميع الاختصاصات، تم انتدابهم جميعا بالوظيفة العمومية، وعندنا كذلك تم انتداب 2782 منتفع بالعفو العام، هذوما تم انتدابهم كذلك بالوظيفة العمومية. كما تطرقت هذه الندوة إلى مشروع قانون العدالة الانتقالية، إذ تم عرض مجموعة من المقترحات كصيغة مشروع قانون الجريمة الإرهابية، هذا إلى جانب العمل على إحداث محكمة عربية لحقوق الإنسان. وعلى هامش هذه الندوة، قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، قال إن رابطات حماية الثورة ليست فوق القانون، وأكد في رد عن سؤال لزميلنا عصام العوني عن رأيه في قانون تحصين الثورة، قال إن أولوية الآن هي قانون العدالة الانتقالية. فيما يخص تحصين الثورة، فيما يخص قانون تحسين الثورة، سؤال الأخ عصام، أنا معنيني أكثر ليس قانون تحسين الثورة وإنما تحصين الثورة، وإصراري وإصرار الوزارة وإصرار المتدخلين كثر، بعضهم من قادة الأحزاب السياسية، طلعتهم على تصريح الأخير الكثير من الشخصيات السياسية الوطنية، أن أكبر تحسين للثورة في تقديري في المرحلة الحالية هو بالمصادقة السريعة على القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. فيما زاد على ذلك كل المشاريع المعروضة على المجلس الوطني التأسيسي، الكلمة الأخيرة فيها للسادة النواب، إذا رأوا أنه بعد المصادقة على القانون الأساسي للعدالة الانتقالية هناك مجال لمشاريع قوانين أخرى فالكلمة لهم. بخصوص الأحداث التي تجد هنا وهناك، كل روح بشرية هي روح مقدرة، وكل تونس اهتزت للحدث الأخير، حدث إحراق الشاب عادل الخزي رحمه الله لنفسه، هو دليل على أن الأزمة متواصلة وعلى أن المشاكل لم تجد حلولا بعد، وهذا أمر طبيعي، ليس مقبولا ولكنه طبيعي. هذه الجمعيات ينطبق عليها قانون الجمعيات، إذا ارتكبت ما يجعلها تحت طائلة المؤاخذة تنبيها ثم تجميدا ثم حلا فهي ليست فوق القانون، ولكن إذا ارتكبت جمعية عنفا فلا يمكن أن تؤاخذ جمعية أخرى بذلك العنف. هذا هو النظم الثاني. أما النظم الثالث الذي انبنت عليه هذه التصريحات فهو كان من باب النصيحة ربما، هذا في هذا الوقت في هذه الأيام من الانتقال الديمقراطي، هذه القضية أصبحت قضية محل تجاذب ومحل احتقان، وبالتالي فالشباب الذي لا يشك أحد في نواياه ويريد حماية الثورة بإمكانه حماية الثورة تحت عناوين أخرى. لعل من أبرز هواجس المواطن التونسي في الفترة الحالية ارتفاع أسعار المواد الأساسية، الأسباب والحلول المحتملة في هذا التقرير. ارتفاع أسعار المواد الأساسية المستهلكة أرهق قدرة المواطن، مما جعله غير قادر على اقتنائها وتوفيرها في بعض الأحيان. ويرى البعض أن هذا الارتفاع المتواصل في الأسعار يعود إلى عمليات التهريب وغياب المراقبة الكافية. يهربوا في السلعة، قاعدين يهربوا في السلعة، هذا سلعة قاعدة تمشي ليبيا، يهربوا في السلع الكل برا، يعني كل شيء، ونحن معاش خالتين والغلي والدنيا كلها غليت، الحليب حتى على الخبز، حتى على الخبز معاش خالتين حتى على شيء. ثم السبب الأول هو الضغط على الطلب، الضغط على الطلب معناها يرفع في الأسعار. العمليات متاع تهريب البرة معناها كيف كيف. في المقابل يرى البعض الآخر أن الحلول ممكنة ولا تتطلب جهدا كبيرا. المسؤولية مسؤولية الدولة قبل كل شيء، يلزمها هي تتصدى للظاهرة ذي، يلزم يتحكروا في المنعرش، تخرج مراقبة الأسعار، ولي ذا فهمت معناها يلزم متكاثف الجهود باش نوقفوا العملية متاع عمليات التهريب هذه والمراقبة زاد على الأسعار. وبين الأسباب والحلول المقترحة يظل المواطن في حيرة بين ضرورة تلبية حاجياته الأساسية من جهة، وميزانيته التي أنهكها ارتفاع الأسعار من جهة أخرى. الآن إلى الأخبار العالمية.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن باريس ولندن ستطلبان تقديم موعد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي بشأن حظر الأسلحة على سوريا، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع ستقرران تزويد المعارضين السوريين بأسلحة بصفة فردية. هزت سلسلة انفجارات وسط العاصمة العراقية بغداد لتسفر عن مقتل أكثر من 18 شخصا وجرح العشرات، واستهدف أحد التفجيرات مقر وزارة العدل والمتحف الوطني العراقي، كما رافقت هذه الحادثة محاولة اقتحام لوزارة العدل. وبالأخبار العالمية نكون وصلنا إلى ختام النشرة، نلتقي في موعد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.